مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. لا شك ان المشهد السياسي في لبنان وصل الى مستوى استثنائي، فعلى الرغم من الحراك الشعبي الغير مسبوق الذي شهدته البلاد لنبذ الفساد والطائفيه وتغيير المعادلات السياسيه التي دفعت بلبنان الى حافه الهاويه، الا انه مع مرور الوقت لم يرى لبنان الا مزيدا من الانهيار الاقتصادي والتازم السياسي. وتاتي زياره رئيس الحكومه اللبنانيه المكلف سعد الحريري الى القاهره لتبعث برسائل غير مباشره للاطراف التي تسعى للعبث بامن هذا البلد العربي، لا سيما ان لبنان كان وما زال ورقة صراع مفتوح في المشرق العربي بين قوى إقليمية ودولية لها أجندات خاصة. لقد كان لبنان محافظا على مصير العيش الوطني عبر قاعدة لا غالب ولا مغلوب على مدى عقود، لكنه الآن في تطور متقدم من الانهيار بعد إصابة الحياة الاقتصادية والسياسية بالشلل التام، وتحول الأزمة من حراك بين شعب وسلطة إلى صراع داخل أطراف السلطة ذاتها، مما سيجعل الأمر مفتوحا على كافة الاحتمالات. في مساحتنا للرأي النهاردة هنفتح هذا المجال للقراءة والتحليل في الأزمة اللبنانية مع ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البحيري، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. نورنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح مساحة للرأي فيما يخص زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لمصر والأزمة اللبنانية التي لم تنتهي بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. نظرية ملء الفراغ السياسي في لبنان سيناريو جديد قديم، لكنه يأتي هذه المرة على وقع غضب الشارع اللبناني وإغلاق الطرقات الرئيسية في عدد من المدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية التي أصبحت الهاجس الرئيسي أمام اللبنانيين. وقد ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلال كثيفة على كافة المجالات الاجتماعية والسياسية، حيث فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ويتم تداولها الآن بنحو 20,000 ليرة للدولار الأمريكي، فيما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، والمشهد يزداد ضبابية وتعقيدا ويثير القلق من حدوث تطورات قد تتجاوز الحدود والتوقعات. وأصبح لزاما على الحكومة وكل الفاعلين السياسيين إيجاد سبيل للخروج من أعنف أزمة عرفها هذا البلد في تاريخه الحديث. ولهذا لم يكن مستغربا أن يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى الشقيقة العربية الكبرى مصر، وشكل اجتماعه مع رئيس السيسي محطة سياسية تأتي في سياق المشاورات الحريري العربية والدولية للخروج بلبنان من أزمته الراهنة. غير أن استمرار الأزمة الاقتصادية لسنوات عدة وانهيار الوضع الاقتصادي المتمثل في عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة كفاءات تحظى بدعم الرئيس اللبناني ميشيل عون، هذان الأمران دفعا ليس فقط المحيط الإقليمي بل أيضا المجتمع الدولي إلى القلق الشديد من التداعيات الخطيرة لتطورات الأوضاع في لبنان. وقد حضرت الأزمة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ورقة الخيارات المطروحة بشأن لبنان تشمل عقوبات ضد أطراف سياسية لبنانية ترى أطراف إقليمية ودولية أنهم يتسببون في استمرار حالة العجز الاقتصادي والجمود السياسي اللذين يعاني منهما لبنان. فهل تنجح الجهود الأوروبية والإقليمية في إنقاذ لبنان من أخطر وأسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأيام المقبلة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ خالد البحيري، نائب رئيس تحرير مجله اكتوبر. استاذ خالد، خليني، المشهد السياسي في لبنان متأزم منذ فتره. هناك يعني سجال ما بين الرئاسه، ما بين الوزير المكلف سعد الحريري. يعني هل تحرك سعد الحريري عربيا خاصة مصر والسعودية وبعض الدول المعنية بالأزمة اللبنانية قد يسهل من لحلحة هذه الأزمة، أم أن الوضع ما زال كما هو، خاصة أن احنا بقى لنا فترة طويلة قوي في المسألة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من حوالي يمكن شهر أو شهر ويزيد
قلت على التلفزيون المصري على قناه على شاشه النيل للاخبار ان يجب ان تدخل القاهره في المعادله اللبنانيه. قلت ان الحلول تبدا من القاهره، وللحقيقه هذه الزياره تؤكد على ان النيل للاخبار وبرامج النيل للاخبار لها مشاهدات عاليه ومشاهدات مهمه. الزياره اليوم هي زياره مهمه. كل الأطراف الدولية كانت تساهم في لبنان حسب احتياجاتها وحسب خططها وحسب أهدافها، لكن كان الوضع العربي إلى حد ما بعيد عن لبنان. تركت لبنان من يوم ما كلف الرئيس سعد الحريري برئاسة الوزراء في 22 أكتوبر 2020، وحتى هذه الزيارة تركت لبنان ل تركت لبنان للجمهورية الفرنسية تدير الملف كاملا. كانت هناك مبادرة فرنسية، الرئيس الفرنسي زار أيضا لبنان. الاتحاد الأوروبي هو الذي يدير الملف. الاتحاد الأوروبي منذ أقل من شهر كان يجمع التبرعات والمساعدات للجيش اللبناني، لأن قيادة الجيش أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها غير قادرة على توفير الطعام أو نفقات الجنود، وبالتالي كان الملف يجب أن يكون فيه طرفا عربيا مخلصا، وطرف عربيا يملك أدوات الصراع، وطرف عربي يملك أدوات ضغط. القاهرة هي التي تملك ذلك. لا أبالغ إن قلت إن مصر تعيد ترتيب المشهد في المنطقة العربية كاملة، وليس ترتيب المشهد في الداخل المصري فقط. استطعنا بدبلوماسية راقية وبحنكة وبهدوء أن نخترق الملف الليبي وأن نجمع الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات. الآن الملف إلى حد ما تم تبريد ساحته في ليبيا، نفس الأمر فعلناه في الملف السوري، نفس الأمر في الملف العراقي، الآن جاء الدور على الملف اللبناني. بس خليني أستاذ خالد أتكلم من الملف اللبناني، ملف يعني فيه أطراف إقليمية مؤثرة بشكل كبير. يعني نتحدث عن المملكة العربية السعودية، هي طرف مؤثر في المعادلة اللبنانية باتفاق الطائف وبعادة أعمار لبنان. يمكن الوضع الآن دلوقتي الوضع تغير ولكن تبقى إيران هي المؤثر من خلال أداة لها في لبنان، هو حزب الله. ما هو إذا كانت أكمل بس الرؤية من خلال حزب الله، حتى حزب الله، حتى ميشيل عون الماروني أصبح الآن حليفا لحزب الله، ويعني وورقة إعاقة لتشكيل الحكومة اللبنانية وليس ورقة تسهيل. يعني ما الذي ممكن أن تقدمه مصر في هذه المعادلة؟ يعني مصر هي رمانة الميزان، هي الثقل الذي ربما يعوض الدور الذي توارى قليلا من المملكة العربية السعودية. ربما المملكة العربية السعودية لديها ملفات أكثر أهمية على أجندتها السياسية، لديها أولوية في ملف اليمن والحوثيين وأشياء أخرى. أيضا نحن في مصر لدينا ملفات كثيرة، لكن هذا هو قدر مصر. يعني قدرنا أن احنا نكون رمانة الميزان في المنطقة. إذا كانت إيران قد رجحت كفة حزب الله وأتباعه، فإن مصر قادرة على أن ترجح كافة تيار المستقبل أو الجزء السني في الحكومة اللبنانية. مصر أيضا شريك موثوق يستطيع أن يلقي بأوراق ضغط في الوقت المناسب. أنا أعتقد أن الرئيس ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها مصر الآن؟ أنا أعتقد أن الرئيس المكلف سعد الحريري استمع من القيادة المصرية للعديد من الأطروحات التي من شأنها حلحلة الوضع. ربما لا يكون لديك ورقة ضغط يمكن الإعلان عنها، ربما يكون لديك معلومات إذا دعمت بها رئيس الحكومة اللبنانية. لو حضرتك رجعت المشهد في اللقطة الرئاسية اللي استقبل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشفت مين اللي كان حاضر في المشهد، تعرف ما هي ورقة الضغط أو ما هي الأشياء التي يمكن أن تساهم بها مصر. وبالتالي أنا أرى أن سعد الحريري كان محقا حينما أجل اللقاء الذي كان بينه وبين الرئيس ميشيل عون بالأمس. طلب اتصل بالرئيس عون وطلب منه تأجيل الميعاد إلى اليوم الساعة 4 عصرا لحين عودته من القاهرة بعد لقاء الرئيس المصري صباح اليوم. أعتقد أنه تم دعمه من القاهرة دعم كامل. ربما أعطيناه أو ربما لدينا مساعدات أو أشياء أخرى تساهم. ربما تعهدت بعض الدول العربية بأشياء نقلت مصر هذا الأمر إلى سعد الحريري. لا أستطيع أن أقول إجمالا، لا أستطيع أن أقول
ماذا دار في اللقاء، لكن دمين. اقول انه له ما بعد. يمكن يعني تصديقا لكلامك ان الدولة المصرية ليس لها مصالح، يعني مصالح فئوية او طائفية في اي دولة، مش لبنان بس، حتى في ليبيا في الازمة الليبية، حتى في الازمة السورية. الدولة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهم ما يقلقها هو الكيان، الدول العربية، مؤسسات الدول العربية، ان لا تسقط، ان تظل الدول العربية بكيانها بمؤسساتها. الازمة الداخلية اللبنانية ازمة لم ترها او تشهدها لبنان من قبل، الليرة في أسوأ أوضاعها أمام الدولار، الشعب يعني يعاني، حاجة تحز لبنان. لبنان الجميلة سويسرا العرب تصبح بلا خبز، بلا لبن، أطفال بصراعات اقتصادية، بمظاهرات، بحرق، بنهب، بسرقة، يعني وده شيء. أنا أعتقد في هذا الأمر أن الرئيس ميشيل عون يجب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية. رئيس ميشيل عون لا ينظر إلى مستقبله السياسي هو، ولا ينظر إلى ما تبقى من عهدته أو فترته الرئاسية، هو ينظر إلى تثبيت أركان صهره المسؤول أو القيادي في التيار الحر جبران باسيل. هو يريد أن يكون حلقة أو جسر يعبر منه جبران باسيل إلى الرئاسة اللبنانية فيما بعد، وبالتالي هو يعرقل. لو نظرت إلى المشهد السياسي اللبناني تجد أنه بالأمس الرئيس ميشيل عون يغرد تغريدة ليست في وقتها، قالوا له إن سعد الحريري قادم إليك ليعرض عليك حكومة كفاءات، مش أول مرة يعني، بها 24 وزير. فالرجل راح مغرد تغريدة قال الذين يتحدثون عن صلاحيات رئيس الجمهورية يجب أن يعيدوا قراءة المادة رقم 54 من الدستور اللبناني ليعرفوا أن من حق رئيس الجمهورية أن يشارك رئيس الحكومة في تسمية الوزراء وأن يشارك في مراسيم إعفائهم وتكليفهم. وبالتالي هو يذكر سعد الحريري قبل أن يأتي إليه بالثلث المعطل، يذكر سعد الحريري بأنه إذا لم أكن موافقا أنا على الحكومة التي ستأتي بها لن تمر، وسوف نظل في حركة مفرغة من العرض وعدم العرض. ولذلك سعد الحريري اتخذ قراره بشكل نهائي، إما أن يقبل الرئيس اللبناني اليوم بحكومة الكفاءات التي عرضها سعد الحريري أو أن يتنحى سعد الحريري. سعد الحريري أيضا أجرى اتصالات مهمة مع رؤساء الوزراء السابقين، سواء فؤاد السنيورة، سلام تمام وغيرهم، بحيث تم الاتفاق ما بين رؤساء الحكومات السابقين على أنه لن يترشح أحد منهم للحكومة اللبنانية. طب خليني معايا مع المستشار حامد فارس خبير الشؤون العربية. مع المستشار مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ ايهاب، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا ابي، ربنا يخليك. خليني اقول يعني معايا الضيف الكاتب الصحفي الاستاذ خالد البحيري، نائب رئيس تحرير مجله اكتوبر، وكنت بتكلم يعني ان الملف اللبناني هو ملف تتحكم فيه دول اقليميه بشكل كبير، يعني ايران من خلال حزب الله كاداه تمتلك السلاح داخل لبنان وتهدد اي اتفاق. حتى ميشيل عون الماروني اصبح اداه في يد حزب الله. وهنا بتكلم على زيارة الشيخ سعد الحريري الى القاهرة، وماذا يمكن ان تقدم يعني مصر للبنان، خاصة ان الدولة المصرية ليس لها اي مصلحة في لبنان غير بقاء لبنان بمؤسساته، بقاء لبنان الدولة، بقاء لبنان اللي احنا كلنا نسمع عنه، يعني سويسرا العرب ولبنان الجميلة التي تعاني الآن من نزاعات كبيرة. يعني ضيف بيقول ان مصر تمتلك اوراق ضغط، ما هي الاوراق التي يمكن ان تمتلكها مصر مع المستشار؟ طبعا لا ينكر احد الدور المصري المحوري الذي تلعبه القاهرة في كافة القضايا العربية والاقليمية. طبعا لبنان بيمر بأزمة سياسية اقتصادية وأمنية كبيرة جدا جدا انعكست بشكل كبير على المواطن اللبناني. زيارة الشيخ سعد الحريري النهاردة للقاهرة بتؤكد على أن مصر سوف يكون لها دور محوري في حل القضية اللبنانية،
نجد أن مصر لها علاقات قوية مع شركاء استراتيجيين لهم أدوار مهمة في الداخل اللبناني ودول إقليمية كبيرة كالولايات المتحدة على سبيل المثال، وأيضا الإمارات والشقيقة السعودية، وكل ذلك يدفع بالإضافة إلى العلاقات القوية والمتينة والقوية جدا مع الجانب الفرنسي. الجانب الفرنسي له دور كبير في العمل ويضغط وبقوة على كل الأطراف لكي يكون هناك حل للأزمة اللبنانية وتشكيل الحكومة، لأن أصلهاب أصبحت ننادي جميعا بأنه لابد أن تشكل الحكومة، كما أنه لا يعني كما لو أنه أن تشكيل الحكومة سوف يقوم بحل جميع أزمات، تمتلك عصا سحرية لحل كل هذه الأزمات المتواصلة. يعني أي حكومة يتم تشكيلها في هذه الفترة تحديدا ستكون حكومة لديها ملفات ثقيلة على مائدة المفاوضات الخاصة بها، ويكون كل ملف لديها وبمثابة قنبلة موقوفة تنفجر في أي لحظة. وبالتالي الخطوة الأولى لابد أن ينصاع كل الفرقاء اللبنانيين إلى الضغوط الدولية. مصر لاعب رئيسي وحسيس، يعني مصر دعمت لبنان في كافة الاتجاهات سواء سياسيا من خلال العمل على وحدة واستقرار الدولة اللبنانية، أيضا على المستوى الاقتصادي نجد أن يعني مصر أرسلت مستشفى ما زالت موجودة منذ العام 2006 ولم تتوانى عن دعم الشقيقة لبنان عندما انفجر مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وقدمت الكثير والكثير، أيضا أرسلت مساعدات طبية في ظل جائحة كورونا. وبالتالي الدور المصري المتعاظم والكبير لا يمكن لأحد أن ينكره، ومن الممكن أن يكون هناك شراكة استراتيجية مع تمام. خليني دكتور حامد أخيرا، يعني حتى كنت بقول للأستاذ خالد ان الملف اللبناني هو ملف يعني تؤثر فيه دول اقليمية، واهم دولة اقليمية تؤثر في الملف اللبناني المملكة العربية السعودية من خلال يعني اتفاق الطائف، من خلال المساعدات التي قدمتها بمليارات الدولارات لاعادة اعمار بيروت. يعني اين السعودية الان من هذا الملف، خاصة ان هناك يعني في اجتماع مرتقب يعني فرنسي امريكي سعودي خاص بلبنان، وهنا يعني اتكلم على ان امريكا دخلت في الخط، هل دخول امريكا على الخط وفرنسا والسعودية باعتبار ان السعودية فاعل اساسي في الملف اللبناني ممكن ان يحلحل هذه الازمة؟ يعني في ظني وتقديري يا استاذ ايهاب ان الان اشعر ببوادر ايجابيه كبيره، لان كان من المفترض ان يتم لقاء اليوم بين الرئيس ميشيل عون والوزير المكلف او الرئيس المكلف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ولكن تم تاجيل اللقاء لغد. وفي ظني وفي تقديري ان هناك بوادر ايجابيه، لان المجتمع الدولي الان والدول اللاعبه في المشهد اللبناني تضغط وبقوة على كل الأطراف، بالإضافة إلى هناك عامل رئيسي يا أستاذ إيهاب لابد أن نشير إليه، وهو عامل فرض العقوبات، والذي لو وحد به القوى الكبرى من خلال فرض عقوبات على الكيانات أو الأشخاص التي تعرقل تشكيل الحكومة. وهذه النقطة رئيسية في العمل على أن يكون هناك تشكيل حكومة لبنانية في الفترة القادمة. ونجد أنه أيضا هناك اليوم مبعوث فرنسي، المبعوث الفرنسي الآن موجود في لبنان، يعني يقوم بالمشاورات مع الرئيس اللبناني، بالإضافة إلى وجود سعد الحريري في القاهرة. وبالتالي ويمكن خلينا تنسيق كبير ما بين الطرفين للعمل على تشكيل الحكومة. تمام. ويمكن كمان يعني الوضع الداخلي يمثل وراء الضغط على كل الأطراف إذا كانوا يعني يخافون على مصلحة لبنان يعني الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. بشكرك دكتور يعني حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. خلينا نطلع تقرير للصحافة، وبعد تقرير الصحافة استكمل هذه الحلقة والمساحة للرأي مع ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ خالد بحيري نائب رئيس تحرير مجلة الأكتوبر. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. العينة محمد قراص. لم يكن لبنان يوما أولوية سياسية على الأجندة الدولية، وحتى المبادرة الفرنسية التزمت بحدود الممكن والممنوع في المشهد الدولي، لكن يبقى لبنان ضرورة للأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالتحولات التي تشهدها المنطقة. الاندبندنت. العميد شارلي أبي نادر. إن سعي الإدارة الأمريكية إلى توسيع مهام اليونيفال في لبنان يأتي في سياق إجبارها على أن يكون عملها موجها كما تريد واشنطن، وبالتالي تصبح قوة تابعة لغرفة عمليات إسرائيلية أو أمريكية. الشروق. يرى عبد الله السنوي أن الفراغ السياسي في لبنان لن يؤسس لانتقال ديمقراطي أو تغيير في قواعد اللعبة،
فلبنان يحتاج إلى خريطة طريق يرسمها لنفسه وفقا لمصالحه، وليس قوى إقليمية ودولية تحكمها أجندة خاصة. الشرق الأوسط، خير الله يقول: هل يصدق اللبنانيون أن سبب تأخير ولادة الحكومة الجديدة هو عدم الاتفاق على توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟ لو أن الأمر كذلك لكان الحل بإعمال العقل والحرص على مصير العيش الوطني، لكنه ليس كذلك. السياسة الدولية، دكتور عبد الناصر سعيد: يمكن وصف مشكلة لبنان بأنها قضية تعاني منها جميع الدول الخاضعة لنفوذ قوى إقليمية ودولية في المنطقة. فما يحدث في لبنان حدث في العراق وسوريا وليبيا. هناك أجندة لتدمير مبدأ الدولة لصالح سيطرة الميليشيات بالوكالة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. يمكن برضو تقرير الصحافة بيتكلم في نفس السياق اللي اتكلمت فيه أستاذ خالد، لكن خليني أتكلم على يعني هل يعني باجتماع فرنسي أمريكي سعودي على مستوى وزراء الخارجية في روما، ده يعني مش عايز أقول تدوير للأزمة يعني، ولكن يمكن يكون خروج، خاصة أن أمريكا دخلت على الخط. يعني شوف، هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا كل الأطراف الدولية اللي بتساهم في إدارة الملف اللبناني هي بالأساس تبحث عن مصالحها. خلينا نبقى متفقين، بالتأكيد كل واحد جاي يحط رأيه في الملف اللبناني يبحث عن مصالحه. أي صاحب هوى أو غرض جهوده لا تكلل بالنجاح الكامل، وبالتالي يجب أن يكون الأطراف الفاعلة في الملف اللبناني أطراف نزيهة ليس لها غرض سوى الحفاظ على الدولة الوطنية اللبنانية. بالتأكيد ده بيتمثل في مصر. يعني الجهة الوحيدة اللي ملهاش غرض في لبنان ولا عايزين لا من السنة حاجة ولا من الشيعة حاجة ولا من المصالح حاجة، ولا احنا مش عايزين مصالح، احنا عايزين دولة مستقرة تساهم في استكمال منظومة. ده تسمينا على كلامك، يمكن السيد الرئيس طلب او الدوله المصريه في مماثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من سعد الحريري انه ما اعتذرش عن يعني تشكيل الحكومه للمره الثانيه يعني، ويعني وده برضه في سياق الكلام ده. احنا عايزين لبنان مستقره لتساهم في استقرار الامن القومي العربي ككل. اي منطقه بيعاد ترتيبها بهذا الشكل وبيعاد صياغه علاقتها الخارجيه بهذا الشكل، الملفات الساخنه بتعمل فيها مشاكل كتير. وبالتالي احنا، انت تعرف ان احنا من 2014 وظيفتنا ان احنا نبرد الملفات الساخنه دي، نيجي في اليمن نقوم بدور ايجابي، نيجي في ليبيا نقوم بدور سوريا. ايجابي في سوريا نقوم بدور ايجابي. الدور الايجابي ده بيأهلك ان انت تقدر تكون شريك موثوق فيه. انا عايز اعلق على حاجه سريعه جدا قالها الدكتور حامد، وهي العقوبات الدوليه على الاطراف اللبنانيه. هل تتخيل ان تكون العقوبات مؤثره على حزب الله المصنف في كتير من دول العالم بانه منظمه ارهابيه، او على شخصيات، او على شخصيات ايه المشكله فلوسها ممكن تكون خارج الاتحاد الاوروبي؟ مساله العقوبات ومساله التلويح بها هو مجرد كلام لا يرقى الى مساله الفعل. هذه مصالح دول ومصالح اشخاص. حزب الله هو يريد اطاله امد الازمه، ويمكن ده سر تواصل او تداخل مصر في هذه في هذا التوقيت تحديدا. حزب الله يريد ان يطيل امد الازمه ما بين الفرقاء اللبنانيين حتى تظل لبنان رهينه على طاوله المفاوضات في فيينا بيد ايران، وبالتالي يستطيع ان يحقق منها الايرانيون اكبر مكاسب. تريدون ان تستقر لبنان، ان تعود لبنان الى ما كانت عليه. نحن نريد 1 2 3 4. وبالتالي هناك أناس في الداخل اللبناني عينهم على لبنان من الداخل، لكن حزب الله عينه على الإقليم ككل. هو يخدم على مصالح الراعي الرسمي لحزب الله. حسن نصر الله اعترف صوتا وصورة بأن تمويل حزب الله، سلاح حزب الله، تدريب حزب الله هو من الجمهورية الإيرانية، وبالتالي ونتيجة طبيعية جدا أن يكون ولاء حزب الله ليس للبنان وإنما هو للجمهورية الإيرانية. بالتأكيد. هنا خليني بقى أتكلم على التهديدات الإسرائيلية. ما حزب الله برضو يقولك لا احنا عندنا تهديدات على الحدود، واللي هي الشماعة اللي موجودة دي. خليني أقولك على حاجة مهمة. كل الصحف الإسرائيلية النهاردة ومبارح بتركز على حاجة مهمة جدا إن لبنان ربما يتلقى ضربة موجعة، وربما تكون هناك ضربة من إسرائيل لحزب الله في هذا التوقيت. الآن حزب الله منشغل داخليا، لديه
استعدادات مكثفة يقوم بها منذ شهور لتخزين الوقود وتخزين الغذاء والاستعداد لمرحلة التدحرج الكبير وسقوط الدولة اللبنانية. حزب الله يستعد لأن يكون البديل للدولة اللبنانية. في ظل هذه الظروف الحديث في إسرائيل على أن الوقت مناسب لتوجيه ضربة إلى حزب الله، هل يتحمل اللبنانيون في ظل هذا الوضع أن يدخلوا حرب مع إسرائيل أو أن يواجهوا إسرائيل؟ أنا أعتقد أن حزب الله يجب أن يعيد حساباته في المنطقة من جديد، أن يدرك أن أمنه كحزب حتى، يعني بلاش أنت يا سيدي أنت مش لبنان، أنا أعتبر أن أنت ميليشيا موجودة داخل لبنان، أمنك داخل الأراضي اللبنانية يعتمد على استقرار لبنان وليس على مسألة حافة الهوية. الآن حزب الله يتبع مع الحكومة اللبنانية ويتبع مع اللبنانيين سياسة حافة الهوية، يعني أنت جاي على حافة الصخرة بالضبط. إما أن أنا أنقذك وشدك وبالتالي أنت هتعمل اللي أنا عايزه وهتنفذ إرادتي السياسية سواء داخليا أو خارجيا وهتدعمني في كل الملفات اللي أنا محتاج دعم فيها. بيقول مش للبنانيين بس، حزب الله بيقول لكل العرب وللعالم السني، من فضلكم شيلوا إيدكم من ملف الإيراني، من فضلكم لا تدعموا أمريكا ضد إيران، لأني إذا دعمتوا أمريكا ضد إيران إحنا بنحول جزء من بلد عربي إلى ساحة حرب بالوكالة. أنا أعتقد أن لبنان على وشك السقوط الكبير، إن لم يدرك اللبنانيون خطورة اللحظة الراهنة، إن لم يصغي اللبنانيون إلى الرسائل التي ربما بعث بها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما بعث بها إلى الأطراف اللبنانية. اللقاء اليوم لقاء شديد الأهمية، أنا أعتقد أنه سيكون له تأثيرات إيجابية على الساحة. إن لم تستمع الأطراف إلى لغة الحكمة والعقل والحوار والبناء على أرضية مشتركة وتنحية الصراع على الصلاحيات، هذا أمر شديد الخطورة، أن يتصارع اللبنانيون على الصلاحيات وليس على مصلحة لبنان. بالتأكيد صراع المناصب وصراع الكراسي زي ما بيقولوا. يعني خليني استخرج اقول لك ان يعني دائما وده رايي، يعني ان اي نظام سياسي فيه مخاصصه هو قنبله موقوته عرضه لان تنفجر في اي وقت. والوضع اللبناني عندنا التلت المعطل وبتاع، حتى الاتفاق الليبي فيه مخاصصه ما بين شمال وجنوب، قصدي شمال وغرب وجنوب، وده برضه كارثه يعني شرق وغرب وجنوب. يعني هل يعني استمرار هذه المخصصة ماروني رئيس جمهورية شيعي رئيس مجلس نواب، حتى بقاله الراجل يعني بقاله نبي بري ده من يوم الواحد وقع على الحياة وهو رئيس مجلس النواب، يعني ما فيش غيره. يعني أنا بحييك على السؤال. وسني وسني رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يعني. وهنا هنا الكارثة يعني. يعني يجب الحمد لله احنا كمصريين ربنا كرمنا بعيد عن المسائل السودة دي. يعني نظام المخصصة في أي دولة قنبلة موقوتة يعني. أنا بحييك ليه؟ لأن أنا كان من وجهة نظر الشخصية وأنا كان عندي تعبير طرحته سابقا، قلت ان الحالة اللبنانية وصلت الى مرحلة حالة الدومينو. عارف لما تقفل من الشمال ومن اليمين ساعتها تعمل ايه؟ او زنف اليك. زنف اليك. تعرف تعمل ايه بقى؟ انك بتلخبط الدور وتبدأ من اول وجديد. انا اعتقد ان لبنان بحاجة الى دستور جديد وصياغة عقد اجتماعي جديد ومبادئ يتوافق عليها اللبنانيون من خلال تقطع الطريق، حتى استفتاء مباشر، تقطع الطريق على مسألة المحاصصة اللي حضرتك خليني أقول بقى عشان بالسياق ده برضه يا أستاذ خالد، إن حتى في ناس مارونيين وفي ناس من حزب الله شيعيين كانوا في الشارع مع الناس. صحيح صحيح. أنا أعتقد كلامك ده مظبوط جدا. أعتقد أن الرجوع إلى اللبنانيين من جديد صح، لطرح شكل للحكومة، لطرح شكل للصلاحيات، للحكم، لإعادة صياغة الحكم مرة أخرى هو أمر مهم. أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستظهر يوم إلى الوجود، سواء كانت بعد شهر بعد اثنين بعد أسبوع، أعتقد أن الحكومة اللبنانية يجب أن يكون من أولوياتها إعادة صياغة نظام الحكم في لبنان بيد اللبنانيين بما يخدم مصالح لبنان، نظام الطائف ونظام المحاصصة ونظام أن يتحكم كل شخص فيه وتلت المعارضة. ده العبرة والخلاف في لبنان ليس على الحقائب، ليس على عدد الحقائب وإنما على نوعية الحقائب. تقول له خد الزراعة، يقول لك لا والله الزراعة مش نافعية. لا وده لازم يجي ده الدين الداخلية، لأن جوز بنتي لازم يجي ده أساسا. أنا عايز جوز بنتي هنا والله، وممكن تاخد الواد الصغير ده تقول له حقيبة تاني.
على العموم يعني بنتمنى السلامة لكل الدول العربية، وده شيء بيسعدنا كمصريين ان احنا ملناش مطمع وملناش هدف في اي دولة عربية غير انها تستقر بمؤسساتها، تستقر بنظامها السياسي، ان يبقى في دولة وفي ناس عايشة، مش الازمة اللي احنا شايفينها في كل الدول العربية دي. بشكرك استاذ خالد. شكرا يا استاذ ايهاب، وشكرا لجميع الاخوه. كل الشكر والتقدير لضيفي الاستاذ خالد البحيري، نائب رئيس تحرير مجله اكتوبر، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من مساحه للراي. وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، القاكم انا ايهاب لوند على خير، الى اللقاء.